الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الإشاعة والشائعة من أخطر الأسلحة في وقتنا الحاضر، بل في كل الأوقات. الشائعة والإشاعة سلاح نفسي مضاد لتدمير الخصم. القرآن الكريم في هذه الآية وفي آيات أخر من كتابه المجيد يعالج هذه الظاهرة، هذه الظاهرة الخطرة التي حدثت في المجتمع الإسلامي الأول في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الإفك. هذه القصة وهذه القضية الخطرة التي حدثت في بدايات عهد الرسالة عندما كان النبي راجعا من غزوته، أشاع عبد الله بن سلول وهو زعيم من زعماء المنافقين من أهل المدينة، أشاع هذه الشائعة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتهم إحدى نسائه. البعض يقول عائشة، البعض يقول أخرى. الغرض، هذه الشائعة التي سرت في نفوس المسلمين آنذاك أثرت تأثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع ما أحيط النبي من العصمة ومن القداسة، لكن هذه التهمة وهذه الشائعة التي حدثت آلمت قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه أولاً هو قائدهم وهو رسولهم وهو نبيهم، وتشاع عليه هذه الشائعات الكاذبة. هؤلاء الذين أثاروا هذه القضية على النبي في قصة إحدى نسائه هم بالحقيقة لا يريدون أن يطعنوا بنسائه، وهم يريدوا أن يطعنوا بشخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي حاولوا بشتى الوسائل وخصوصا في المدينة المنورة بعد الهجرة وبعدما حدثت المعارك التي كان يدافع فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام والمسلمين، لم يجدوا ثغرة للنيل من النبي، والنبي في انتصاراته المتتالية وفي المقابل ضعف قريش وضعف كل الذين يساندوا قريش من القبائل العربية ومن غيرهم من اليهود وغيرهم. هؤلاء لما أحسوا بالخطر قد وصل إليهم بدأوا بالحرب النفسية على المسلمين وعلى الإسلام وعلى رأس الإسلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن عدوك عندما يريد يضرب يضرب عادة الرأس، يقول لك أنا من أطعن بالنبي بعد أحاول أن أفتت في عضده وفي عضد جماعته وأصحابه. فهؤلاء أرادوا الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن السماء
سددت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفعت ونفت عنه هذه الشبهة في إحدى نسائه. الغرض، هذه قضية حدثت في صدر الإسلام. هذه الآية هي استمرار لهذه الآيات التي نزلت في قضية إن الذين جاءوك بالإفك هم عصبة منكم، القرآن الكريم يعبر. ثم بدأت الآيات تسترسل إلى أن قالت إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا من أخطر الأسلحة ومن الأسلحة الهدامة في داخل المجتمع الإسلامي. لهذا احنا عندنا حتى من الناحية الشرعية يقول لك الفاحشات، الفاحشة يجب أن لا تشاع في المجتمع. فلهذا احنا عندنا يقول لك انت لو رأيت رجلا بفاحشة او بمنكر او بمعصية فتستر عليه بالوهلة الأولى، تستر عليه ثم انصحه، مو تروح تشهر به بالمجتمع، لأن التشهير في المجتمع الإسلام هذا يعتبر من المحرمات، بل من الذنوب الكبيرة إشاعة الفاحشة في المجتمع. الإسلام يريد يحصن المجتمع، يريد يحصن الجماعة، يحصنها داخليا من خلال إيمانها ومن خلال التزامها. فلهذا الانحرافات التي تحدث عند الأفراد في المجتمع، الإسلام يقول يجب علينا أن نحصن المجتمع، نحصن المجتمع، لأن إثارة الفاحشة والمعصية في المجتمع راح تخلي المعصية بسيطة وتكون هينة في داخل المجتمع. الإسلام يريد يحصن الأفراد، يحصن الجماعة المسلمة، يحصن المؤمنين. فلهذا يحاول الإسلام أن يحارب كل مثيري الشائعات ومثيري الفتن ومثيري الشائعات في قضية الفواحش. فلهذا الإسلام يحرص حرصا شديدا أن لا تذاع الفاحشات في داخل المجتمع. يقول لك صحيح والمجتمع فيه من الفواحش وفيه من المعاصي، لكن أكو بعض الفواحش وبعض المعاصي تكون قد تكون مستترة، يعني تكون في ستر من الآخرين، لكن إشاعتها في داخل المجتمع هنا يكمن الخطر التي تحدثه هذه الإشاعة في داخل المجتمع. لأن أنت في داخل المجتمع لو أثيرت الفاحشة والمعصية بكثرة، فلان صنع كذا، فلان صنعت كذا، تكون الفاحشة سهلة ولينة ورخيصة في داخل المجتمع. فلهذا ما تصير حصانة في داخل المجتمع. الإسلام يريد يعني ينطف مصل ووقاية للمجتمع، للأفراد، للمؤمنين، للأسر، يريد يحصنهم، يلقحهم هذا اللقاح اللي هو عبارة عن وقاية لهم من هذه المنكرات التي تحدث في داخل المجتمع. فلهذا الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون الستارين، أن نستر على عيوب الآخرين، ولا أن نتبع عوراتهم وعثراتهم. لأنه شوف احنا عندنا في الحديث الشريف الوارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه عن النبي يقول من تتبع عثرات المؤمنين، أو في رواية عورات المؤمنين، تتبع الله عوراته ولو في جوف داره. يعني الإنسان الذي يتتبع عثرات المؤمنين وزلاتهم وأخطائهم، الله سبحانه وتعالى سوف يعاقبه ويتتبع عثراته وعوراته في داخله في جوف داره. فإذا هذه القضية الخطرة التي حاربها الإسلام في صدره الأول، أن الإنسان الذي يشيع الشائعة، سواء كانت هذه الشائعة معصية، سواء كانت حرب نفسية في داخل
في داخل المعارك، في داخل المجتمع، لمخاطرها الكثيرة. وإحنا اللي شاهدناه الآن في ما حدث الآن في العراق وما حدث في الموصل ما هو إلا إشاعات حدثت، ها، وخيانة ومؤامرة حدثت، وبدأت الشائعات والإشاعات تحدث، فلهذا زلزلت ذلك الجيش ودمرته في داخله الغرض. فإذا هذه الشائعات، لهذا نجد الدول الكبيرة بل حتى الدول الصغيرة في داخل أجهزة المخابرات عندهم شعبة خاصة، شعبة مكافأة، شعبة الشائعات والإشاعات التي تحدث في داخل المجتمع. يعني كيف يثير الشائع أو كيف يدمر الشائعة التي تحدث إذا كانت شائعة أو إشاعة مضادة له الغرض. فالإسلام يريد أن يحصن المجتمع من داخله، فلهذا القرآن الكريم ماذا يقول؟ يقول إن الذين، والذين من هم؟ هسه مؤمنين أو غير مؤمنين، بس الظاهر هم من داخل المجتمع، لأن إن الذين جاءوا بالإفك ها هم عصبة، القرآن يقول منكم. فإذا الذين، إن الذين فمعناها المؤمنين، معناها المسلمين، هؤلاء القرآن الكريم يحذرنا منهم زين، ويحذرهم من هذه القضية. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني شوف القرآن الكريم يقول مو بس مثيري الشائعة أو الإشاعة أو إشاعة الفاحشة، بل المحب، يعني بصورة إيحائية القرآن يريد أن يربينا، يقول حتى هذا مرات الإنسان هو ما لا يقوم بالإشاعة ولا يتكلم بها ولا يذيعها، بل يحب أن تشاع بسبب عقدة في داخله، عند مرض نفسي في داخله يريد أن يثيره، أو لا هو قاصد، هو يقصد من هذه الإشاعة أن تشاع في داخل المجتمع. فالقرآن الكريم شوف يحارب حتى هذا الحب، إن الذين يحبونه، مو يقول بس مثيري، اللي يحبون أن تثار هذه، هو ما يقوم، لا يعمل ولا يفعل، بس لكن لو حدثت هو في داخله يحب أن تثار هذه القضية على فلان أو على فلان أو على فلانة أو على المجتمع أو على الشخصية المهمة أو الشخصية البارزة. يقول هذا الحب هو محرم، وهذا الحب، هذا الحب بغيض عند الله سبحانه وتعالى. فلهذا نجد الشارع المقدس يحارب هؤلاء الذين يثيروا الفاحشة ويحبوها ويحبوا أن تشاع في داخل المجتمع. في زمن الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول جاءه رجل وقال له يا ابن رسول الله أنا سمعت عن فلان من أصحابنا أو من جماعتنا أو من المؤمنين أنه فعل كذا وكذا. يقول له فذهبت إليه، أنا سمعت عنه بس هذا الظاهر رجل خير، رجل قال لك أنا مو بس أسمع عن الله، وهي المشكلة عندنا إحنا مرات أن نسمع والله قال فلان وقال فلتان وما نروح نتأكد ونتبين من هذا الخبر ومن هذا القول. فيقول له يا ابن رسول الله أنا سمعت عنه من ثقاتنا ومن أصحابنا أنه فعل كذا وكذا. قال له بس لكن أنا حبيت أطمن، رحت إليه وأقسم علي أنه لم يفعل ذلك، أنا فماذا أصنع؟ أصدقه أم أكذب الناس؟ أم أكذبه وأصدق الناس؟ وهذا الرجل لأنه صالح، لأنه يعني عرف ماذا يصنع. شوف الإمام الصالح سلام الله عليه، أقول الإمام الكاظم قال له يا فلان كذب سمعك، يعني اللي تسمع عن أخوك المؤمن كذب سمعك وبصرك كذبه، أنت اللي تشوف عن أخوك، ولو جاء لك 50 شخصا ها، ولو جاء 50 قسامة يحلفون على أنه على أن أخيك فعل كذا وكذا، الإمام الكاظم يقول له صدقه. شوف إذن هذه الظاهرة الخطرة التي حذرنا عنها القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم
وهذا الرجل يقول له يا ابن رسول الله أنا الثقات قال له لناس عدول أثق بدينهم وهم ناس من أجلة أصحابنا، قالوا أنه سمعوا منه وشافوا يعني وشافوا من عنده هذا العمل، بس لكنه كذب ذلك. الإمام هنا يقول لك كذب سمعك وبصرك، وإن جاءك 50 قسامة يحلفون بالله أنه فعل، كذبهم ها وصدق أخاك. ليش؟ الإسلام يريد يحافظ على الجو العام للمجتمع. نعم عندنا فقط الذي هو يتجاهر بالمعصية ويتجاهر بالفاحشة ذاك إلى كلام آخر، لكن الإنسان الذي المعروف ما معروف عنه شيء ويأتي الآخرون ويتكلمون عنه أنه سمعوا منه كذا ورأوا منه كذا، القرآن الكريم وأهل البيت سلام الله عليهم يقول لك أنت هذه الشائعات وهذه الكلمات لا تصدقها وصدقهم. فلهذا عندنا بالروايات المبتدئ بالشائعة ها كمن المذيع للشائعة كمن ابتدأها، يعني أنت قد سمعت في القضية لكنك أذعتها، يقول لك أنت ومن صنعها على حد سواء في الإثم. فالغرض الإسلام يريد أن يحارب هذه القضية حربا شعوة. فلهذا نجد الإمام الصادق سلام الله عليه كما ينقل لنا المؤرخون يقولون كان رجلا من أصحابه ومن المقربين إليه، مقربين للإمام سلام الله عليه، وكان من أصحابه وكان دائما في بيت الإمام، إذا خرج الإمام خرج معه. يقولون في يوم من الأيام خرج مع الإمام سلام الله عليه إلى السوق وكان معه غلامه، يعني خادم أو عبد في ذلك الزمن. فيقولون هذا الرجل التفت إلى غلامه صاحبه يا فلان لم يأتي، صاحبه ثانية لم يأتي غلامه، صاح ثالثة يقول إجا الغلام يركض إليه سيدي ماذا تريد؟ يقولون التفت إليه هذا الرجل وهو من أصحاب الإمام سلام الله عليه، قال له يا ابن الفاعل أين كنت؟ يعني بكلام فاحش باصطلاح. يقولون التفت إليه الإمام الصادق سلام الله عليه قال له أو ترمي أمه بالفاحشة؟ يعني بالفاحشة أنت ترمي أمه بالفاحشة؟ يقول هذا يعني شوف مرات احنا بالمجتمع نستسهل بعض الكلمات. يقول قلت له يا ابن رسول الله، قال له يا ابن رسول الله إنه رجل مشرك وأهله على الشرك من السند أو من أفريقيا أو من البلدان الأخرى التي كانت مشركة وأهله على الشرك. التفت يقولون إليه الإمام سلام الله عليه قال له يا هذا لا تذكر هذه الكلمة على خادمك مرة أخرى، اعلم أن لكل أمة نكاحا. أنت ما يصير تتهم لأنهم مشركون تتهمهم ها أن زواجاتهم باطلة، قال لكل أمة نكاحا، كل أمة من الأمم عندها طريقة بالزواج، فلا يحق لك أن ترميه وترمي أهله أو ترمي أمه أنه بالفاحشة. الغرض شوف يقولون الإمام الصادق سلام الله عليه غضب على هذا الرجل، شوف أهل البيت يريدون أن يربوا أصحابهم، يقولون ما كلمه الإمام في الرواية عندنا، يقولون غضب عليه الإمام وتركه ولم يكلمه سلام الله عليه إلى أن توفي الإمام الصادق. يقولون أبدا الإمام شوف كيف يحارب الإسلام ويحارب أهل البيت، هؤلاء الذين يثيرون الفاحشة ويشيعوا الفاحشة في الذين آمنوا. فلهذا الإسلام يريد يحصن المجتمع، يحصن الأجواء الإيمانية أجواء المجتمع، فلهذا لا يسمح لمثيري هؤلاء إثارة هذه الفواحش أو إشاعتها في داخل المجتمع.
شوف لهذا الإسلام، شوف كيف يحارب هذه القضية. يضربون يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام هو كان بالشارع والتقى بعمته صفية، صفية عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صفية بنت عبد المطلب. يقولون جماعة من المسلمين كانوا واقفين على كثرة، أخذوا واحد يلمس للثاني، الظاهر كان في وقت غروب، وما عرفوا هذه المرأة من هواي، وهاي هاي العقدة يعني في داخل، مع شديد الأسف في داخل المجتمع، يعني الإنسان عندما يشوف له رجل يتكلم مع امرأة يقول لك هذا عنده شيء وياه. يقولون النبي ماذا صنع؟ أحس أن هؤلاء من المسلمين من أصحابه، أحس أن هؤلاء صار في داخلهم في شيء، في داخلهم مرض، صاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم تعالوا ألموا هذه عمتي صفية. شوف يريد حتى هذه الشبهة حتى لا تصير تتحول من شبهة إلى شاعة في داخل المجتمع، قال لهم تعالوا تعالوا هذه، والنبي ما يحتاج أن يثبت لهم صلى الله عليه وآله، هو مسدد من السماء، بس النبي يريد يحصن المجتمع، يريد يقول لهم ترى مو بعين كل عينك، إذا كل شيء إذا شافيت عينك معناه هو صحيح 100%، عليك أن تدقق. فلهذا النبي قال لهم تعالوا هذه عمتي صفية، خافوا بالكم شيء، يعني أنا أتكلم، وهاي القضية من القضايا الخطرة والمهمة حقيقة يعني، ونحن نعيش الآن في دار المهجر وفي دار الغربة. إحنا الآن عندنا أولاد، عندنا بنات في المدارس، في الجامعات، بعضهم يعملون في أسواق، في أماكن مختلفة، يعني ما يصير واحد إذا شاف له بنت أو شاف له امرأة تتحدث مع رجل قال لك هاي عندها شيء، يعني هذه القضية الخطرة. فلهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه القضية وأدها في لحظاته الأولى. من هنا الإسلام ماذا أعد لهؤلاء الذين يثيروا هذه الشبهات أو يحبوا إثارة الفواحش وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ القرآن الكريم قال عنهم، يعني ماذا أعد لهؤلاء؟ أولا في الدنيا أعد لهم عذاب في الدنيا والآخرة، مو القرآن تقول زين في الدنيا، أولا حاشا لله أن هؤلاء الذين يتتبعون عثرات وزلات المؤمنين حاشا لله أن يتركهم. الكثير من هؤلاء، وإحنا عندنا كل واحد جزء في جعبته الكثير من القصص والشواهد عن أناس حاولوا أن يحفروا إلى الناس، أن يثيروا الشائع عليهم ويثيروا الفاحشة عليهم، حاشا لله إلا أن يكشفه ويفضحه ولو كان في عقرها داره. فإذا هؤلاء الله سبحانه وتعالى سوف يفضحهم. والمجتمع إذا كان عندنا مجتمع متماسك، هذا المجتمع عليه أن يفضح هؤلاء، لأن هؤلاء خطرين. فلهذا علينا أن نجتنب هؤلاء الذين يثيرون الشائعات ويثيروا إشاعة الفواحش في الذين آمنوا. فلهذا المفروض من المجتمع أن يتحصن أن يفضح هؤلاء، هذا واحد. ثانياً إحنا عندنا من العقوبات في الحياة الدنيا هؤلاء الذين يقذفون المؤمنين، عندنا حد القذف الذي يقذف المؤمنين بأكاذيب وبصور هو لا يعملها. فلهذا الإسلام وضع حداً لهؤلاء في الدنيا، وهذه فضيحة أخرى لهم غير فضيحة الخزي والعار يوم القيامة. إذن القرآن الكريم يريد منا أن تكون أجواءنا الإيمانية أجواء نظيفة سليمة، أن لا تلوث بالإشاعات وبالشبهات الكثيرة على المؤمنين. أمير المؤمنين سلام الله عليه
كان يقول: والله لو رأيت اثنين على فاحشة، يقول لغطيتهم بعباءتي أو بملابسي. يقول أنا أستره. ليش؟ الإسلام يريد الستر. شوف إحنا عندنا من أسماء الله الحسنى، شنو من أسمائه؟ الستار. فعلينا أن نتخلق بأخلاق الله وأن نتخلق بأخلاق الإسلام. أمير المؤمنين يستطيع أن يقيم عليهم الحد، صح لا مصح؟ لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: لو رأيت اثنين على فاحشة لسترتهم بملابسي أو بعباءتي أو بما معي. يقول حتى أسترهم. ليش؟ يقول أنا أستر اثنين، لكن أنا هاي ما أريد تكون فاحشة في المجتمع. هؤلاء لو سترتهم ووعظتهم ونصحتهم لكان أبلغ. أما إذا فضحتهم في المجتمع، أولاً يجوز المجتمع ما راح يصدق بي، ولو صدقك الآخرون الذين في قلوبهم مرض ماذا صنعت؟ ها؟ عممت الفاحشة في المجتمع، يعني أنت هونت هذه الفاحشة في المجتمع. الإسلام يقول لك حتى هذه القضية اللي هي اللي فيها حد فيها من الحدود الإسلامية عليك أن تستر عليها بما تستطيع، وإن استطعت أن تنصحهم بعد ذلك فذلك أجدر بك. أما أن تثير وتشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الإسلام يريد يحصن المجتمع لتبقى الأجواء نظيفة سليمة غير ملوثة. أنت من عندما تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أو أن تحب إشاعتها، أنت راح تلوث المجتمع وتلوث نقاء هذا المجتمع. الإسلام يريد أن يبقى المجتمع نظيفا صافيا غير ملوث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إذا واحد عنده سؤال استفسار